تبطل تعني له. انت ابني ما بدي اياك تموت. امي انا مالي عايش لحتى اموت، مالي عايش لحتى اموت. امرار بالحياه في اشياء بتصير ما بنعرف ليه بتصير، بس ما بنقدر نمنعها. انا ما بعرف شو اللي مخليكي تتحملي واحد مثلي. انت مش شبه، انت مش شبه اي حد في الدنيا. شو بدك مني؟ ابعد عن لين. إذا مفكرة حاسس إنه اللي عملته غلط بتكوني غلطانة. ولا مرة بحياتي عملت شي صح أكتر من هيك. ليش الإنسان الوحيد اللي كنت أتمنى أحبه طلع مجوز؟ انت كنت بتعزف ايه؟ لاف ستوري وبالعربي.